هذه الأثناء غارة عنيفة جدا يمكننا أن نشاهدها. في هذه الأثناء سحب الدخان ترتفع من موقع هذه الغارة، بالفعل هي قريبة جدا، يمكننا أن نشاهد سحب الدخان التي ترتفع. هي للمرة الأولى هذه الإنذارات لهذه المدينة ولمحيط من خلال الغارات المتتالية. عادة ما يكون أسهل في الجنوب أسهل في الضاحية ويكون أصعب في البقاع، لأن نتحدث عن